نيهاما يدعو إلى منح المخابرات صلاحيات موسعة بعد فضيحة التجسس. حزب الخضر يتهم حزب الحرية بالخيانة لصالح روسيا. تحقيقات تشير إلى ترابط بين عدة عمليات إرهابية تستهدف معابد شهود يهوى. تقارير تشير إلى استفادة شخصية لكورتس من عقود موقعة مع الإمارات. والسجن 4 سنوات لرجل اعتدى على ابنته الطفلة 20 مرة. وأخيرا خبراء الطقس يحذرون من صيف حار للغاية في النمسا. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. دعا المستشار النمساوي كارل نيهاما إلى توسيع صلاحيات الاستخبارات، وذلك بعد الكشف عن فضيحة التجسس من ضابط مخابرات نمساوي سابق. وأشار نيهاما إلى ضرورة تعزيز قدرات الدفاع مع تجديد القوانين ضد التجسس، حيث يريد تزويد المخابرات بمزيد من الأدوات لمواجهة التهديدات، كمراقبة خدمات المراسلة ومصادرة المعدات التقنية. وقد وصف التحقيق الجاري في التجسس بأنه مسألة أمن قومي يتطلب تحقيق عاجل للتوضيح، مؤكدا أن تحديث القوانين دون توسيع صلاحيات المخابرات لن يحل المشكلة. وجه حزب الخضر اتهامات قوية بالعمالة لحزب الحرية لصالح روسيا في أعقاب فضيحة التجسس التي انكشفت مع أغسطو أوت. واتهمت رئيسة كتلة حزب الخضر في البرلمان سيغريد مورا حزب الحرية بالتحرك بأوامر من زعيم حرب مستبد ورغبته في تحويل النمسا إلى دولة تابعة لروسيا. واعتبرت مورا الأمر خيانة وربطت القضية بجان مارسيليك الرئيس التنفيذي السابق لشركة ويركارد الذي فر إلى موسكو. قال جهاز الأمن الوطني في أعقاب العثور على عبوة ناسفة أمام مركز لشهود يهوى في كالزدورف جنوب غراتس أن هناك احتمال كبير لارتباط العبوة بتفجيرات سابقة في ليبينتس. وحسب الجهاز تستمر التحقيقات لتحديد المتورط وتفاديا لعدم الكشف عن تفاصيل تصنيع العبوات والتي تبين أنها متشابهة في طريقة التصنيع. لم يتم تقديم أي معلومات إضافية، وأكدت جماعة شهود يهوى استمرارهم في ممارسة شعائرهم دون تأثير، حيث يوجد ما يصل إلى 22,600 شخص في النمسا. كشفت تقارير إعلامية أن المستشار النمساوي السابق كورتس أصبح مديرا لشركة حكومية في أبو ظبي، حيث قام بالتوقيع خلال فترة حكمه على اتفاقية لمشروع الهيدروجين. وتشتهر إمارة أبو ظبي بالاستثمار في الطاقة المتجددة، وتسعى لتكون مركزا عالميا للطاقة النظيفة عبر شركة مصدر الحكومية، والتي تدير مشاريع في أمستردام وبولندا وأسكتلندا. ويشغل كورتس الآن منصب مدير فرع مصدر الأوروبي، لكن لا يوجد تفاصيل عن توظيفه أو راتبه، وتبقى الأسئلة معلقة حول دوره ودخله واستفادته من اتفاقيات دولية لصالحه الخاص. أصدرت محكمة في أيزنشتات في بورغلاند حكما بالسجن لمدة 4 سنوات على شخص أدين بتهمة الاعتداء الجنسي على ابنته. وأشارت الاتهامات إلى اعتداءات متكررة وصلت إلى 20 مرة وقعت عندما كانت الطفلة في سن 7 و8، فيما نفى المتهم كل التهم وأصر على براءته. وأمرت المحكمة بتعويض الضحية بمبلغ 10,000 يورو، حيث أكدت القاضية على مصداقية رواية الضحية البالغة الآن 9 سنوات، مشيرة إلى أنها موثوقة ومفصلة، وقد قدم المتهم طعنا في الحكم.
توقع خبراء الطقس ارتفاع درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع، وهو ما يعتبر بشكل أسرع من السابق. وحذر طبيب البيئة هويتر من تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة السريعة، خاصة على الفئات الحساسة كمرضى القلب وكبار السن، وقال في عطلة نهاية الأسبوع ستكون درجات الحرارة أعلى 15 درجة مئوية من المتوسط المتوقع، وبالتالي قد تصل درجات الحرارة إلى 44 درجة مئوية في النمسا هذا الصيف. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجراد على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.